الكل، انا نجد الربيعي اللي داخل في اوريفلام تونس. موضوعنا اليوم الكور تيم وكيفاش يخليك تبني ان بون بيرفورمانس في الجروب متاعك. اول حاجه الكور تيم هو جروب سيليكتيف متكون من 3 ل 9 بارتنير بريت دو ديفلوبي لور بيزنس اي سون انغاجي بور سا. لي افونتاج دان ممبر دو كور تيم هو انك تكون تخدم في ان سيستم دونز ان سيستم بازي سور ان كونسيبت pour développer des stratégies de travail خليك توصل الاهداف نتاعك المضبوطه مسبقا. pour inciter les partenaires باش يكونوا ممبر في الكور تيم نتاعك، اول حاجه كيما تعرفوا لي جون ما تبعش شنو نقولوا، تبع شنو نفعلوا. دونك نحضر الموديل نتاع اسويفغ. ثاني حاجه نختار دي جون باسيوني اي ديناميك. وثالث حاجه لوبورتونيتي اللي باش تبني بها ديبليكاسيون اي لا ديبليكاسيون pour atteindre des performances de leadership. Pour promouvoir l'opportunité ou le plan de succès, نعمل دي فورماسيون وان تو وان باش نفسر سلوب النجاح ومختلف المستويات اللي نجم يوصل لها. زاده كيف نعلمه كيفاش يعمل دي زاكسيون بور لو ريكروتمون باش يوصل لي زوبجيكتيف نتاعو اي جو كوريج سي نيسيسير. جو ترافاي بور لي انسبيري par la motivation et la créativité, telles que l'organisation des campagnes de recrutement sur terrain et en ligne, inviter à des OM, organiser des réunions sur terrain. Donc, حاجة أخرى زادة نخدم عليها، ما لازمش نكون أنا source d'inspiration، نخدم على أنه يكون زادة هو une source d'inspiration للتيم نتاعو. Donc, j'essaie de développer la notion de leadership اللي فيه. توا comment expliquer le concept et l'importance du système pour un membre de core team. اول حاجه ساعه نفسر له من الاول لي باز لي نوسيون دو باز نتاع السيستم وتاع الكونسيبت. وبالنسبه لي انا بالبراتيك باش يفهم استراتيجي دو ترافاي وباش يفهم الكونسيبت والسيستم اللي هو باش يكون في وسطه في النوايو نتاعو. دونك باش يكون زاد عنده دي زاتونت، عنده بلاصه في السيستم نتاعو من خلال انه يولي عنده دي تاش افير ا رياليزي، كيما انه ينظم دي ريونيون دي ديسكسيون فيرمي مع جروبو، يعمل دي بتي لايف، يعمل او ام مع الجروب نتاعو، يفسر دي نوفوتي في البرودوي، يفسر زاد هو لو بلان دو سكسي للي مومبر اللي معاه، وينجم زاد وقتها يتعلم انه هو تولي عنده فيزيون كيفاش يديتكتي لي مومبر تاع الكور تيم نتاعو. لا كيسيون كي سو بوز، كيفاش نخلي المومبر نتاع الكور تيم اون ترافاي متواصل باش يحقق الحلم نتاعو. اول حاجه ديما ننظموا دي كولينغ وان تو وان باش نذكروا بالوبجيكتيف ونحكيوا على الوبجيكتيف نتاعنا وكيفاش نوصلوا له، ودي ديسكسيون زاده دو جروب كيفاش نحكيوا كل واحد على الوبجيكتيف نتاعو. زاده نقسموا الوبجيكتيف جلوبال اون اوبجيكتيف اليمونتير، ميم دي اوبجيكتيف اي دي رياليزاسيون يوميه. نحددوا زاده دو طون وقيت نتاع ايفالواسيون، ان كار دو لا بيريود مي دو لا بيريود باش نعملوا ايفالياسيون وعلى ضوء الريزلتا نرونفورسيو الخدمه نتاعنا والا ناخذوا دي ميزور دو كوريكسيون. توا باش نحكيو كومون غاردي ان مومبر دو كور تيم موتيفي. J'organise des sessions de calling et des discussions hebdomadaires et mensuelles pour diriger la discussion en rappelant des objectifs et des réalisations et des rêves. Je félicite certaines réalisations dans le groupe, les خدموا بالكور تيم. J'encourage زاد les membres du groupe باش هما زاد ينكوراجيو الجروب نتاعهم. Je partage des success stories صارت معانا. كيف زاد j'organise des réunions وان تو وان باش نفيليسيتي الناس اللي نجحت. كيف جو كونستروي دي رولاسيون ايموسيونيل اي فراندلي كي لا باز دو نوتر ترافاي. القواعد اللي نحددها في الكور تيم هو لونجاجمون فيغ لي زوبجيكتيف اللي حطيناها من الاول، لي ريسبي اللي هو في كل حالاته يكون عنده ضبط النفس باش يوري الريسبي اونفير المجموعه اللي هو فيها، البارتاج زادة للمعلومات للإضافات اللي نجم يفيد بها المجموعة، لورغانيزاسيون النظام هو أساس الحياة تبعه لازم يكون يتبع خطة نظام معانا باش ينجم ينجح. وهالقواعد هذه من الأول نعطيوها ونفكسيوها لي ريغل الكل باش تكون هي الباز نتاع الخدمة والباز نتاع النجاح. حاجة أخرى زادة اللي ما ينجمش يطبق ولا يخرج على القواعد هذيا بالطبيعة باش يكون اور لا ليست تاع الكور تيم ويكون معانا في الجروب ونجم يواصل معانا. نتمنى إني فدتكم بالمعلومات هذيا الكل وإن شاء الله بنجاح للناس الكل.